مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة النبأ، ونبدأها بأبرز العناوين. الكتائب المشكلة بالجنوب الليبي تتمكن من تحرير العصابات المعارضة التشادية خارج الأراضي الليبية. الجنائية الدولية ترفض الطعن المقدم في قضية سيف الإسلام القذافي وتقول إنه هارب من العدالة. ديوان المحاسبة بالرضا يقول إنه لا يملك سلطة قانونية لمراقبة حسابات البرلمان وأعضائه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. أكد مصدر من كتيبة شهداء أم الأرانب تمكن قواتهم من دحر عصابات المعارضة التشادية خارج الأراضي الليبية. وأوضح المصدر لقناة النبأ أن عملية المطاردة انتهت بشكل كامل على الحدود الليبية التشادية بعد عملية تمشيط واسعة بالمنطقة الحدودية. هذا وشهدت الحدود الليبية التشادية عمليات مطاردة من قبل كتائب مشكلة من الجنوب الليبي لجماعات تابعة للمعارضة التشادية. اندلعت بالقرب من منطقة أم الأرانب بالجنوب الليبي اشتباكات مسلحة بين كتائب المنطقة وعصابات تابعة للمعارضة التشادية، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. التقرير التالي والتوضيح. شهدت المنطقة الواقعة بين الجفرة وتمنهنت اختطاف عدد من أبناء قبيلة الزيادين من قبل عصابات تابعة للمعارضة التشادية. بعد ذلك وردت معلومات للكتائب الموجودة بمنطقة أم الأرانب عن وجود سيارتين تابعتين لمجموعات المعارضة قرب منطقة سويل. وعقب تعقب الكتائب للسيارات اكتشفت أنها استدرجت لهذا الموقع ونشبت اشتباكات مع المعارضة التشادية سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، ثم التحقت كتائب متكونة من الأهالي في المنطقة والمناطق المحيطة، بينها كتيبة درع الصحراء وشهداء أم الأرانب وكتيبة 465 من وادي الشاطئ، فضلاً عن قوات أخرى مساندة من سبها وأباري ومرزق. وتمكنت قوات الجنوب من مطاردة عصابات المعارضة إلى المنطقة الحدودية بعد انسحاب الأخيرة إلى داخل الحدود التشادية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الخبير العسكري عادل عبد الكافي. مرحبا بك سيد عادل. برأيك كيف ترى هذا التطور الجديد الذي نراه بالجنوب الغربي على غرار الجنوب الشرقي في التصدي للمرتزقة؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ كريم وكذلك مشاهدي قناتكم. هذه طبعا التطورات نتيجة طبيعية لما قام به عبد الله السني وقائد عملية الكرامة في إلغاء اتفاقية المشتركة مع السودان وسحب القوة التي كانت تحمي الحدود الجنوبية لليبيا. بدأ أن يتم محاولة دعم هذه القوة حتى من الأطراف المتواجدة في المنطقة الجنوبية كعناصر جيش متواجدة هناك، لأن طبعا في يوجد في المنطقة الجنوبية عناصر من القوات سواء كان ضباط أو ضباط أو جنود، ولكن حقيقة إلغاء هذه الاتفاقية تركب عليه دخول ومرور هذه العناصر. أيضا كان هناك محاولة الاستعانة بعصابات العدل من سواء الدارفورية من قبل قائد عملية الكرامة والعصابات الشبية. أيضا استخدم قائد عملية الكرامة مجموعات الحرية الشرعية كي يستطيع أن يجند بعض العناصر للقيام بعمليات العسكرية. ترتب على هذه الفوضى طبعا عمليات الحرابه وقصد بعد ان قطع عليهم المكافآت الماليه والصلاحيات والدعم اللوجستي الذي كان يقدمه لهذه المجموعات. هذه المجموعات حصلت على اليات عسكريه ناهيك عن الاليات التي كانت لديها في الاساس، تحصلت على دعم مالي، قامت بالحرابه وبالصفو ومهاجمه مقرات للاستيلاء على الاموال من الليبيين، فاصبحت ارض الارض المنطقه الجنوبيه مرتع لهذه العصابات، تشكل خطوره على الاستقرار
المنطقة الجنوبية تحديدا، وأيضا هي ما سببت تدفق الهجرة غير شرعية نظرا لعدم قدرة على السيطرة على هذه العصابات. ولكن مع ذلك هنالك نشوبات في أبناء المنطقة الجنوبية في حماية البوابة الجنوبية لليبيا منطقة الكفرة لمحاولة الحد من سيطرة هذه العصابات، ولكن تظن هذه النشوبات بسيطة تحتاج إلى دعم دولة، تحتاج إلى سلطة سيادية تستطيع أن تدعم هذه القوات وأن ترسل المزيد من الإمداد العسكري، تحتاج إلى طائرات مراقبة حدود، أيضا لدينا إشكالية أخرى مع النيجر وهو ممر سلفادور أو يطلق عليه في الغرب ممر سلفادور. هذا الممر من الصعب جدا السيطرة عليه من خارج الأراضي الليبية، لابد أن يتم السيطرة فيه من داخل الأراضي الليبية نظرا للصعوبة الجغرافية والتضاريس الصعبة لهذا الممر، والذي تستغل أيضا عصابات الهجرة غير شرعية والعصابات المسلحة للتدفق إلى الأراضي الليبية وأيضا المجموعات الإرهابية. طيب سيد عادل، هل المجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية يؤدي الدور الذي يجب من المفترض أن يقوم به عندما تحدث قضية كهذه ومثل قضية دخول قوات أجنبية على الأراضي الليبية وهي عصابات؟ والله يا سيدي أنا سؤالك مهم جدا ويمس لب الموضوع والمسألة التي تعيشها في ليبيا، وهو المجلس الرئاسي بتركيبته وبهذه الشخصيات بالأخص في السراج. للأسف هنالك صرف ملايين الدينارات على رحلات خارجيه لا طائل من ورائها. تعمقت الازمه الليبيه على مدار 3 أعوام الان. الصراع زاد رقعه الاقتتال ما بين ابناء ليبيا، زاد في عهد سيد سراج ايضا زياده انهيار في المؤسسه العسكريه، والتي كانت هنالك لبنات حقيقه تتحرك عليها هذه القوات بعض القيادات الوطنيه والنزيهة لمحاولة لمن اكتشافات هذه القوة حتى في المنطقة على مستوى المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. رأينا كيف سحب القوة الثالثة من الجنوب والحملة التي شنت على القوة الثالثة. أيضا الآن يمكن السيناريو أو الخطة العسكرية التي قام بها القائد عملية كرامة في المنطقة الشرقية إلى لإدخال التشكيلات المسلحة في صراع دموي وسقوط أبناء ليبيا. فحقيقة مأساتنا الآن هذه الشخصيات وعلى رأس أشكرك لضيق نعمل على هذا الملف. نعم لضيق الوقت سيد عادل عبد الكافي أعتذر من حضرتك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. أكدت مصادر من مدينة الزاوية للنبأ إخلاء سبيل أحد رموز النظام السابق المهدي العربي من سجن جدي، وجاء ذلك عقب إصدار وزارة العدل بالحكومة المقترحة قرارا يقضي بالإفراج الصحي عنه بناء على رأي اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوعه لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وتولى المهدي العربي منصب أمر ركن المناوبة الشعبية قبل ثورة فبراير، كما تولى عددا من المناصب العسكرية في النظام السابق. وفي سياق آخر، رفض الادعاء في الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية الطعن الذي تقدم به محامو سيف الإسلام القذافي كونه هاربا من العدالة لا يحق له تقديم أي طعن على القضية. وعللت الجنائية الدولية الرفض أيضا بأن حكم إعادة النظر في القضية لا ينطبق على قضية سيف الإسلام لأنه لم يتم البت فيها بحكم نهائي، وهناك مذكرة إيقاف ضدهم منذ 7 سنوات. وعليه قرر الادعاء إبقاء مذكرة القبض على سيف القذافي كما هي بحسب المحكمة. وكان محامو سيف الإسلام القذافي قدموا في يونيو الماضي طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للطعن في قبول الاتهامات الموجهة إلى موكلهم، وموضحين بأنه حكم بليبيا ومن ثم فمحاكمته مرة أخرى أمام الجنائية الدولية ستكون غير متوافقة مع حقوق الإنسان والقانون الدولي بحسب تعبيره. قال ديوان المحاسبة البيضاء إنه لا يملك سلطة قانونية على مجلس النواب وأعضائه حتى يخضع لرقابته. وبحسب بيان نشره الديوان على صفحته بفيسبوك إثر اعتصام بعض الأشخاص أمام فرعه في بنغازي ومطالبتهم بوقف عمله، ذكر الديوان أن القانون لم يمنحه سلطة التحقيق التأديبي أو الجنائي أو صلاحيات التحقيق في حسابات أعضاء المجلس. وأشار البيان أنه بالرغم من القصور والنقص التشريعي في قانون الديوان وحرمانه من اختصاصات التحقيق، فقد تم إعداد مسودة بقانون جديد يعطي له هذه الصلاحيات وأحيلت إلى مجلس النواب منذ شهر مارس 2017،
إلا أن الأخير لم يصدر القانون إلى الآن. طلب المجلس الرئاسي المقترح وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغ بإخلاء معسكر كلية البنات الكائن في جزيرة دوران سوغتلات من القوات المتمركزة فيه. الرئاسي في قراره الذي تحصلت قناة النبا على نسخة منه شدد على ضرورة تسليم المعسكر إلى بلدية طرابلس المركز خلال 72 ساعة بموجب محضر تسليم واستلام رسمي. وكان وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا طلب الأجهزة الأمنية في الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بشأن إخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراض يشغلونها كمقرات للوزارة وهي ملك لمواطني. نفى رئيس لجنة التواصل مع لجنة الترتيبات الأمنية رمضان زرموح للنبأ نفى علمه بتسليم المجموعات المسلحة 30 مقرا لوزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. مع الشرطة الآن وتنسيق مهني سيطر على المنطقة المطار كل هذا سيمو الشرطة مش مواقع يعني حرسات وحماية لأن كما قرأتها منام حتى سهل مقرر أنا ما عنديش علم بهم مش تبعيني طبعا لكن اللي نعرفوه أني ونستقنا مع الولايات الأمن مواقع حرسات وحماية من طرابلس ساترونا للمطار هذه كلها دوات حسيطة مديريات الأمن في المنطقة الشرقية. أكد أمير سجن جرنادا التابع لميليشيات الكرامة منع الزيارة على أهل المعتقلين من درنة ومطالبا وزارة الأوقاف بالحكومة المؤقتة التي يسيطر عليها التيار المدخلي بأن تخصص يوم الخميس من كل أسبوع في المدارس لتقديم دروس دينية. يجتمع هؤلاء ليقرروا مصير محتجزين بسجن يخضع لسيطرة ميليشيات ذات بعد قبلي وديني متطرف بعيدا عن سلطة القانون وأحكام القضاء التي طالما كانت حجة الاقتحام وتدمير مدينة درنا إلى جانب شعار الجيش والشرطة. العرف فوق القانون عند تلك الميليشيات حينما يتعلق الأمر بأبناء المدينة المحتجزين بسجن جرنادا سيء الصيت. من يصفون أنفسهم بأولياء الدم من منطقة عين مارا والمناطق المجاورة لم يترددوا في إعلان أن لهم الكلمة الفصل وأن كلمتهم فوق أحكام القضاء. يعني ممكن الطلب يتقدم لا ما قدرتش طلب نبي مقتول وخير فيه أنت اللي كان أحتف بذنبك وتعال دور معي حل أنت اللي تقدم للمشايخ وقلنا نبي حل مع أولياء الدم وإحنا اللي دورة لما دورة نبي هذا معي شيء نادي فيها وكلنا سبع عام راجعنا موقعين على أولياء الدم كده بالنسبة للقتل اللي عنده واحد قاتل بدعوى أنهم إرهابيون ولا تحق لهم الزيارة واستنادا إلى الأعراف ذاتها يهدد آمر السجن باعتقال كل من يحاول زيارة المحتجزين وازدج به داخل غياهب جرنادا بل تعدى الأمر ذلك لينصب نفسه وصيا على التعليم بالمنطقة ليخبر الحاضرين بأنه قد أصدر أوامر بمنع تدريس المواد العلمية ليوم الخميس من كل أسبوع وتبديلها بحصص توعوية بحسب وصفه يلقيها أشخاص من هيئة الأوقاف التي يسيطر عليها التيار المدخلي. ممنوع عليه الزيارة ما يجيش حد أنت الغد بتزور ولدك بتزور ولدك دوا شغلك ليش ما قريت ساعتها رأيت أنا نعرفه قلت لهم إن يجيك مانا واحد يقول لك عندي ولي جوا حطوه مع الجوا أنا طلبت من وزارة الأوقاف مش وريك بالعمل اللي ماشي فيه قلت لهم يوم الخميس لما تبدأ الدراسة يوم الخميس من كل أسبوع ما نبيش حصص ما نبي لا رياضيات ولا نبي جغرافيا ولا نبي تاريخ جيبوا لي الناس الشيوخ توعية دينية في المدارس. ربما لم يشفي الدمار الذي حل بجزء كبير من الزاهرة درنة غليل عصابات الكرامة لتعلن عزمها تهجير عائلات كل من يشتبه بأنه دافع عن المدينة أمام انتهاك حرمة بيوتها وسرقتها. فمنذ دخول ميليشيات حفترة إلى درنة جرى توثيق اعتقال عشرات الناشطين والكوادر الطبية والإعلاميين وإيداعهم سجون هذه الميليشيات والتهمة واحدة
الإرهاب، لكن المنطقة في هذا الجزء من العالم يبدو معكوسا، ليصبح الدمار والتخريب وتمزيق النسيج الاجتماعي كرامة، والميليشيات القبلية والمدخلية جيشا، والعرف قضاء، في مشهد يكشف عن زيف انقلاب الكرامة ومن روج له ودعمه. مشاهدينا الكرام، نشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. كاميرون نبا ترفض افتتاح أبواب أكاديمية الأمة في اسطنبول للطلبة الليبيين والعرب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه النشرة. ناقش عاد ميدو وبلدية غات مع المجلس البلدي مصراتة وأعيانها إنشاء منطقة حرة في الجنوب. وذكر مراسل قناة النبأ في مصراتة أن الجانبين ناقشا أيضا تنفيذ اتفاقية تجارة العبور من الشمال إلى الجنوب وتدويرها، وتذليل الصعاب أمام الشروع في تنفيذ المشاريع وفتح التواصل الاقتصادي بين المدن. اتفق رئيس المجلس المحلي تورغا عبد الرحمن الشكشاك وعدد من رؤساء الهيئات الخدمية على توفير الإمكانات العاجلة لهيئة البحث عن المفقودين لتؤدي دورها تنفيذا لاتفاق المصالحة بين مدينتي تورغا ومصراتة. وجاء ذلك خلال زيارة وفد حكومي يضم عددا من وكلاء وزارة الحكومة المقترحة إلى تورغا الأربعاء للوقوف على احتياجات المدينة. وبحسب صفحة المجلس المحلي تورغا، فقد جرى الاتفاق على تفعيل القطاعات الحكومية لتؤدي مهامها، إضافة إلى بحث إعادة تأهيل المدينة وتوفير البيئة الملائمة لعودة النازحين. أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع جنزور ترحيل 7 مهاجرين إلى بلادهم طواعية. وبحسب صفحة الجهاز على فيسبوك، فإن المهاجرين الذين جرى ضبطهم عرض البحر وهم 6 رجال وامرأة، جرى ترحيلهم إلى ساحل العاج بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل. أجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 220 مهاجرا من ليبيا إلى دول أخرى. وذكرت المفوضية عبر صفحتها على تويتر أن المهاجرين هم 135 جرى إجلاؤهم إلى النيجر لإعادة توطينهم في بلدان مختلفة، و85 آخرون إلى مركز عبور في رومانيا تمهيدا لنقلهم إلى النرويج. أوضحت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة أن عدد ضحايا الحوادث المرورية المسجلة بمختلف أنحاء البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري وصل لنحو 900 قتيل ونحو 2000 جريح. تفاصيل أكثر نتابعها في التقرير التالي. ذكرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية أن عدد ضحايا الحوادث المرورية المسجلة بمختلف أنحاء ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 بلغ 888 قتيلا، في حين بلغ عدد الجرحى 1815 جريحا، بينهم 983 إصاباتهم بليغة. وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة ذاتها وقع 1940 حادث سير أدت إلى تضرر 2513 مركبة، ما تسبب في خسائر تجاوزت قيمتها 14 مليون دينار ليبي. وتشير الإحصاءات إلى أن معظم أسباب الحوادث تعود إلى السرعة وعدم احترام القوانين وإشارات وقواعد المرور والتهور والحديث بالهاتف أثناء القيادة والسلوكيات الخاطئة، إضافة إلى عدم توفر شروط الأمن والمتانة بالمركبات. قام جهاز الحرس البلدي السباعة بجولة تفتيشية على المحال والأسواق الواقعة داخل النطاق البلدية، وضبط خلالها عددا من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية. وقام عناصر الجهاز بتحرير مخالفات ضد أصحاب المحال الذين يعرضون هذه المواد للبيع ويعرضون صحة المواطن للمخاطر والأمراض. قام رجال الحرس البلدي مركز السباعة بجولة تفتيشية على جميع المحال داخل نطاق البلدية، ومن حيث الجولة تم ضبط هذه السلع المنتجات بمختلف أنواعها من مواد غذائية، من مشروبات غازية، من ألبان، من
عصائر من البطاطا النوع الشبس هذه حتى غير صالح للاستهلاك البشري، وفي منها حسب الكشف الظاهري. افتتحت أكاديمية الأمة أبوابها في اسطنبول للطلبة الليبيين والعرب، جانب مما ستقدمه الأكاديمية يستعرضه التقرير التالي. من تعلم كتابة الحروف في أصغر الصفوف إلى اكتساب مهارات عدة تتضمن ما هو معلوم في المنهاج الأكاديمي الليبي إلى ما هو إضافي، برنامج تعمل على تكريسه أكاديمية الأمة للتعليم الحر في مدينة إسطنبول التركية. فهكذا تظهر لك بألوانها وتعدد أقسامها أكاديمية تجمع مختلف الأعمار، وتحاول المزج عبر فصولها بين الفئات الابتدائية إلى الإعدادية وصولاً إلى الثانوية، كما أنها لم تخلو أيضاً من أقسام الروضة والحضانة، سعياً لتكوين أجيال من الطلبة يتنافسون على التميز. قاعدين مستمرين في تقديم الأمثل للطالب، ونريد نطلع جيل على مستوى راقي، على مستوى من التعليم، يكونوا إن شاء الله بإذن الله من أبرز الناجحين والموفقين لكل الطلبة يا رب العالمين. الأكاديمية تستهدف الجالية الليبية بالأساس، لكن أبوابها المعرفية ليست مصدة أمام الطلبة العرب إذا فضلوا التعلم وفق المنهج الليبي، إضافة إلى برامج أوسع من خلال التنسيق مع برامج دولية كبرنامج كامبريدج البريطاني، وتوسيع دائرة المعارف اللغوية عبر تلقين اللغة التركية بحكم جغرافيا وموقع الأكاديمية. تميزت أكاديمية الأمة للتعليم الحر بنشاطاتها المقدمة زيادة على المنهج الليبي المدرس في المدرسة، تميزت بالأنشطة الرياضية، تميزت بالرحلات الترفيهية والرحلات التعليمية. دراستنا في المدرسة تستهدف طلبة السنة الابتدائية التعليم الأساسي وإلى الثانوية العامة اللي هو ابتدائي إعدادي ثانوي. عندنا حدود الـ 2600 دولار اللي هو من الابتدائي، 2500 في 2500 الروضة، الإعدادي 3500 الثانوية العامة. وإلى جانب الكتب المدرسية التي يؤمن نقلها من ليبيا إلى تركيا، فإن الحرص على ضمان خطة تعليمية وتطويرية تتجلى في صور أخرى. المدرسون يخضعون لاعتبارات عدة، من بينها الانتقاء الجيد لمن هم أكثر كفاءة وخبرة من قبل لجنة تعليمية. درس المنهج الليبي المعترف به من قبل وزارة التربية والتعليم الليبية، وقد تم فضل الله عز وجل يعني افتتاح المدرسة واختيار الطاقم التدريس حسب معايير وتدابير معينة قام بها الأساتذة والمشرفين على اختيار المدرسين، طبعا يخضع ذلك لاختبارات وفحص شهاداتهم، ثم بعد ذلك يختاروا المناسب من كادر التدريس والأعضاء الموجودين في المدرسة يعني. ويبقى هدف الأكاديمية التي توفر تعليماً محلياً خارج أرض الوطن لقرابة 260 طالباً وطالبة، وغيرها من المدارس الليبية التي فتحت في الآونة الأخيرة هنا وهناك، هدف نبيل في نشر القيم التربوية والحفاظ على المنهج التعليمي الوطني وتأمينه للطالب الليبي خارج بلاده. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام النشرة، ونذكركم بأبرز العناوين. الكتائب المشكلة بالجنوب الليبي تتمكن من دحر عصابات المعارضة التشادية خارج الأراضي الليبية. الجنائية الدولية ترفض الطعن المقدم في قضية سيف الإسلام القذافي وتقول إنه هارب من العدالة. ديوان المحاسبة بالبيضاء يقول إنه لا يملك سلطة قانونية لمراقبة حسابات البرلمان وأعضائه. وتابعت في النشر أيضا كاميرا النبأ ترصد افتتاح أبواب أكاديمية الأمة في اسطنبول للطلبة الليبيين والعرب. تابعوا مزيدا من الأخبار مشاهدينا الكرام على موقعنا الإلكتروني النبأ دوت تي في، وتابعوها أيضا على موقعنا على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.